مع الأسف الوقفة الثالثة الاحتجاجية ما بين ألزا والولاية لا لشيء إلا للبطاقة، بطاقة الركوب للمتقاعدين، لأن القانون الأساسي ديالنا اللي كينص على المتقاعد أنه كيبقى ياخذ بطاقة الركوب حتى الممات ديالو هو والوليدات ديالو ولا الأرامل والوليدات اللي باقين قبل من سن الرشد. مع كامل الأسف مدينة بيس تبعت في التدبير المفوض طبقات القانون بحذافيره بجميع المسائل. جات هاد ألزا مازال كتطبقوا على الناس اللي خدامين، ولكن المتقاعدين كتقول لهم ما نعرفكمش. درنا الوقفه الاولى والوقفه الثانيه والوقفه الثالثه، ولا من مسؤول كيتحاور معنا، لا من مجلس المدينه ولا من الولايه ولا من الداخليه ولا من هاد الاداره نيت. وهذا الحق ديالنا راه ماشي كنطلبوه، راه حق ديالنا في القانون الاساسي اللي صادر في 79 ومضي عليه احمد عثمان الوزير الاول السابق ووزير الماليه السابق، ومنصوص عليه في الجريده الرسميه. كيجيو هاد الناس كيقول لك حنا ما كنعرفوكمش. دابا نطالب من الجهات المسؤوله، لانه لحد الساعه ما عطاوناش اهتمام تماما للناس مسنين وارامل وايتام كيطلعوا للطوبيس خاصهم يخلصوا، وإلا ما خلصوش كيدوهم لمخافر الشرطه. ومن هذا الباب كنشكروا الناس ديال رجال الامن لانهم كيتفهموا هذا المشكل وكيدوروا في المسؤول المدني اللي كيجي معاهم الكوميساريه، كيقول لهم العار والعيب الانسان خدام 40 عام و 39 عام وتم جايبوا لنا وكينصرفوا الناس بحالهم. لهذا نطالب من المسؤولين التدخل السريع، وحنا راه ما غنوقفوش على هذه الاحتجاجات ديالنا، ونقتدى الحال غنديروا مسيرات. لهذا من هذا الباب نطالب السيدة العمدة والسيد الوالي اللي كيمثل وزارة الداخلية، وزارة الداخلية هي الوصية ديال القطاع، وفات منا قبل ما في التفويت ملي جات مدينة بيس حضرنا مع السيد الوزير الأول آنذاك دريج الطوق هو ودريس بن موسى وزير الداخلية، وجلس مع النقابات وعطانا آنذاك باسم الملك أنه حتى شي حاجة ما غتغير في التسيير، غتبقاو دائما تاخذوا المستحقات ديالكم والقانون غادي يبقى نطبق عليكم. مع كامل الأسف مدينة بيس جات ألزا ضربات كل شيء في الزيرو، زيادة على مسائل أخرى اللي واقعة ديال الشؤون الاجتماعية، لأن ممنوعين ودابا ماشي حنا في صدد هذا الشيء، ممنوعين من المقهى ديالنا، ممنوعين من المخيمات ديالنا المصطفات اللي هما تخربوا، وزيادة على واحد القضية اللي خطيرة 94 مليون اللي مشات من الخزينة ديال في وقت ألزا مشات 94 مليون من الخزينة ديال الشؤون الاجتماعية، وبدات السلطة القضائية بدات كتبحث ووقف هاد البحث، ما بقى حتى شي واحد كيدوي عليه. لهذا حنا الوقفة الاحتجاجية ديالنا اليوم أن على البطاقة ديالنا، البطاقة اللي كينص عليها القانون البند 68 من القانون الأساسي ديال الوكالة. حنا هاد الناس من كورونا هادو راه كلهم العيان فيهم دخلوا 20 سنة. شوف يا انت هادو واش هادو باقي فيهم يجيو يحتجوا على بطاقة؟ البطاقة راه هي الهوية ديالنا، ما يمكنش نكرونا قانون نسينا عليه السي عثمان 78 بند سينا بروتوكول باش نركبوا العائلات ديالنا. دابا لونيسيف باقيين كيتمتعوا، لا ديك باقي العمال المتقاعدين كيتمتعوا، لا راه جميع القطاع تاع الدولة إلا الطوبيس مسكين حقروا عليه. وهذا الشيء كنحملوا المسؤولية لمجلس المدينة، لأن مجلس المدينة نهار خد البروتوكول ما جابش اللي تيمثلوا المتقاعدين. مشينا وقفنا احتجاجية، لا من يجاوب لا يقول لك حتى شحال الساعة، راه عيب. شوف الناس عباد الله على بطاقة ديالو وحقه مشروع
تقول دولة الحق والقانون، فينا هو الحق فينا هو القانون، والناس مراد راه حنا كاع مرضنا. راه نوريك التصاور ديال هادي والله تتبكي بالله. والدواء تيمشي يجيب الدواء ما يلقى فاش يركبهم يركب ينزلوه، وموصل دوك لي كونترول كيستفزو وسط الحافلة تيديروا لي حالة. احنا راه مغاربة، إلا كان الدستور المغربي تيعطينا حق، في الدستور المغربي حق العيش الكريم الحرية ديالنا، وفينا هو هادشي؟ ماشي لا حقوق الإنسان لا والو. شكرا. هاد الناس كانوا كيخدموا بالليل والنهار، كيخدم من 6 الصباح حتى 12 الليل باش كيصوب واحد الحافلة، باش كيكون هاد المجتمع ديال هاد الدار البيضاء هادي. علاش؟ اشنو الامتياز ديالو؟ كيفكر باش غياخذ هاد المستحقات ديالو في الوقت ديال الدير ديالو غيتمتع بهم. يعني هما دابا خالفوا هاد العقد هذا. وانا كنطلب هاد الناس لسبب من هنا الى الولايه مجلس المدينه الداخليه كلهم يراجعوا نفوسهم. هادشي اللي داروا ماهوش معقول، وراه ما ظلموناش حنا، اول حاجه ظلموا نفوسهم هما.